السلام عليكم، معكم كريم اشرف من قناة كريم اشرف. هاشي لا تبي ابدا بدانا يا اسطى اسطى السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا النهارده الفيديو دوت هيكون حاجه خيال شويه، يعني تعالى نتخيل مع بعضينا مثلا، يعني لو بات الجو دي كانت مجانا، ده لو بات عمري دي بتخاف على فلوس، بيخاف على جنيه. لو كانت مجانا كان زمان فورتنايت مشهوره ولا لا؟ طبعا عندك فورتنايت محققه فوق ال 3 مليون و800 الف لاعب، وعندك بات الجاوند محققه فوق ال 3 مليون و500 الف لاعب. طبعا بات الجاوند متميزه بالجرافيك الواقعي ومتقيمه من احسن الالعاب في العالم من ناحيه الجرافيك، وعندك فورتنايت متقيمه من احسن الالعاب من ناحيه جرافيك الكرتون. وطبعا عندك فورتنايت او جزء ليها اول ما نزل كان بفلوس، لو كان عندك فلوس عاليه شويه كان ب 59 دولار، وعندك نفس الكلام بات الجاوند اول ما نزل كان ب 90 دولار، وحاليا ب 39 دولار. تمام؟ فبالتالي عندك فورتنايت اول ما شافت انها مش جايبه لاعبين كتير اول ما نزل بفلوس قالت لا ده انا لازم الحق ناس بقى، فبالتالي خلت الجزء الجديد من غير فلوس مجانا يعني، وعملت تطويرات مش طبيعيه، وساعتها بقى عملت اعلان فورتنايت للشهر، وعندك ساعتها بقى فورتنايت بدات الشهر. انا بقيت الجاوند كالعاده برخامتها خلت نفسها زي ما هي بفلوس. فبالتالي لو خدت بالك ان فورتنايت حققها فوق ال 3 مليون و800 الف لاعب، وبات الجاوند محققها فوق ال 3 مليون و500 الف لاعب، فهتلاحظ كده معايا لو بات الجاوند كانت مجانا كان زمان محققها كام لاعب؟ يعني تخيل كده معايا فرق بسيط 300 الف يعني مش كتير، عادي عادي. فبالتالي لو خدت بالك هنا ان بات الجاوند محققها 3 مليون و500 الف لاعب، ركز معايا. فتخيل كده معايا لو الرقم دوت ده رقم مش عادي، 3 مليون و500 الف لاعب، دي لعبه فلوس ولعبة مجانية اللي مقطعة الدنيا حققها 3 مليون و800 الف لاعب. فبالتالي لو بات الجاوند كانت مجانا كان زمانها نهاية فورتنايت في مجال الباتل رويال. فبالتالي احب افهمك ان بات الجاوند لو كانت مجانا كان زمان فورتنايت راحت فيها وبس كده. ويلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام. يا الله اني ناديتك وسعيت، اني استهديتك فهديت، بالقرآن انرت طريقي. يا الله اني ناديتك وسعيت، اني استهديتك فهديت، بالقرآن انرت طريقي.